حنا كنحضروا واحد المؤتمر اللي هو مهم بزاف واول مؤتمر تيتعقد ديال الطب التجميلي في المغرب واللي هو تيحظى بواحد الحضور ديال حوالي 350 طبيب وطبيبه. وهذا المؤتمر تطرق لعده مواضيع منهم عده ورشات تكوينيه في الطب التجميلي ودروس ومحاضرات اللي هي تعطات من طرف خبراء مغاربة وأجانب واللي هما شادوا بحسن التنظيم ديال هاد المؤتمر وبالقيمة العلمية نتاعو. وما يمكن لي إلا كضيف شرف وكمشارك في هذا المؤتمر ما يمكن لي إلا نشيد بالدور اللي قامت به الدكتورة الزكي بديعة اللي تعتبر من الأطباء إلى ما قلت هي الأولى اللي حرصت على تكوين مجموعة كبيرة من الأطباء العامون ومختلف التخصصات في الطب التجميلي في المغرب. وهذا شرف كبير تتحظى به المرأة المغربية في مجال الطب. ومرة أخرى يمكن لي إلا ننوه بالحضور وبهاد الأورغانيزاسيون لأن هاد الشيء هذا دايز في واحد الجو علمي وأخوي يعني يبهج السطر. على غرار ما يقع في باقي دول العالم الطب التجميلي والتقويمي هو الطب اللي هو اختصاص اللي غادي بواحد السرعه كبيره لان ما يمكنناش شيء ان ناخذوا بعين الاعتبار غير المريض مريض كمريض يعني بكل آلامه وبكل أمراضه، ولكن خصنا ديما نهتموا حتى بالهندام ديالو، نهتموا حتى بالآثار ديال السن على 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 على, على, على الإنسان، لأن هذا الشيء ما يمكن له إلا رفع من المعنوية ديالو، وهذا شيء جميل وتنتمناو له إن شاء الله المزيد من التألق ويكونوا مؤتمرات بهذه القيمة، لأن هذه قيمة مضافة كدار في إطار الطب عامة. هذا المؤتمر تبارك الله داز على 3 أيام، اليوم أول كان فيه ورشة تطبيقية، واليومين الآخرين معنا الجمعة والسبت كان فيه محاضرات تبارك الله من طرف أطباء ديالنا ومن طرف أطباء اللي جاوا عندنا من العالم الانترناسيونال. شنو الهدف من هذه المؤتمرات؟ هو دابوغ التكوين ديال الأطباء بوغ لا ميزا نيفو، فهمتي، باش يكون واحد المستوى ديال اللي كيواكب اون فيت الطب التجميلي في العالم بأسره. والحمد لله الطب التجميلي في المغرب متطور جدا وعلى ابعد المستويات. والهدف الثاني هو التوعيه ديال المجتمع، لان هاد لي جيست هادو سي دي جيست ميديكو خصهم يداروا من طرف اطباء، وماشي اطباء يكونوا متكونين ومتخصصين في هذا الشيء، فهمتي، لان ماشي يقدر يدار بطريقه عشوائيه من طرف اي واحد.